مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة التي ما زالت تعرف تساقطات مطرية في هذه الأثناء، ومنظر جميل لقوس قزح. إذن قوس قزح يطل في سماء طنجة بهذه الألوان الجميلة والرائعة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذا المباشر أذكركم بأن محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قضت زوال اليوم الثلاثاء بتأجيل محاكمة المتهم الرئيسي بقتل الطفل عدنان بوشوف وشركائه، وذلك بسبب إقدامه على الإضراب عن الطعام داخل السجن المحلي ساد فيلاج. ووفق فصول المحاكمة، فإن الهيئة القضائية أعلنت موعد جلسة المحاكمة من جديد هو يوم 12 من يناير المقبل، ويعتبر هذا التأجيل هو الخامس من نوعه، حيث لم يشرع بعد في محاكمة المتهم الرئيسي وشركائه بصفة رسمية بسبب ظهور الكثير من الموانع التي حالت دون ذلك. تجدر الإشارة بأن المتهم الرئيسي وشركائه يتابعون في قضية جريمة الاغتصاب والقتل البشعة والقتل العمد التي راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف مؤخرا بمدينة طنجة، وهي الجريمة البشعة التي هزت ساكنة المغاربة وهزت قلوب المغاربة قاطبة، سواء داخل المغرب وخارج المغرب. إذن للمرة الخامسة مشاهدينا الكرام تؤجل استئنافيات مدينة طنجة المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة قتل في حق الطفل عدنان بوشوف رفقة شركائه الثلاثة، وذلك إلى غاية 12 من يناير المقبل، بعدما دخل المتهم الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة البشعة دخل في إضراب عن الطعام داخل السجن المحلي بسط فيلاج. هو الأمر الذي مكن من عدم حضوره الجلسة أطوار المحاكمة التي تأجلت خلال الأسابيع الماضية، بعدما طلب هيئة الدفاع من النيابة العامة بإنجاز تقرير التشريح الطبي باللغة العربية، يعني ترجمته إلى اللغة العربية بدلا من اللغة الفرنسية، حيث تم تأجيل الجلسة إلى يومه الثلاثاء 29 من دجنبر، ويتم مرة أخرى للمرة الخامسة تأجيلها بعدما دخل المتهم الرئيسي في إضراب عن الطعام داخل أسوار السجن المحلي ساد فيلاج في طنجة، حيث قررت استئنافية المدينة تأجيل الجلسة للمرة الخامسة إلى غاية 12 من يناير المقبل. إذا مجموعة من الموانع التي جعلت هيئة الحكم تقرر تأجيل المحاكمة إلى عدة مرات،
في الوقت الذي ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر النطق في الحكم في هذه القضية، حيث سبق وأن طلبت العديد من الهيئات الحقوقية والجمعيات المهتمة بحقوق الطفل وكذلك ساكنة المدينة بإصدار عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي الذي ينحدر من مدينة القصر الكبير وكان يعمل بإحدى معامل النسيج بالمنطقة الحرة لطنجة، كما يذكر على أن المتهم كان قد اختطف الطفل عدنان بوشوف وقام بالاعتداء عليه جنسيا داخل منزل يقترب بالقرب من منزل عائلة الطفل بوشوف قبل أن يعمد على خنقه ودفن جثته في حديقة بالقرب من مسكن المجرم ومن مسكن عائلة الطفل الضحية عدنان بوشوف. إذا مشاهدينا الكرام معنا مباشرة من طنجة ما أذكركم بأن استئنافية المدينة أجلت للمرة الخامسة قضية متابعة المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة قتل الطفل بوشوف وشركائه إلى غاية 12 من يناير المقبل بعدما دخل المتهم الرئيسي في إضراب عن الطعام داخل أسوار السجن المحلي صدفيلاج، حيث أرجأت هيئة الحكم النظر في الملف إلى غاية 12 من يناير المقبل. تجدر الإشارة بأن الساكنة تنتظر بفارغ الصبر الحكم النهائي على المتهم الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي هزت قلوب المغاربة قاطبة من طنجة إلى الجويرة وكذلك خارج أرض الوطن نظرا لبشاعتها. وكانت مطالب مجموعة من الحقوقيين والساكنة الذين خرجوا في وقفات احتجاجية عفوية بعد العثور على جثة الطفل مدفونة في حديقة قرب منزل الطفل الضحية بوشوف، طالبوا بإنزال أقصى العقوبة وهي الإعدام في هذا المتهم الرئيسي حتى يكون عبرة لباقي الوحوش الآدمية التي تقوم باغتصاب وقتل الأطفال بعد استغلالهم. بطرق احتيالية
أن أشير على أن مباشرة بعد هذه الجريمة تفجرت عدة ملفات أخرى تتعلق بالاغتصاب على مستوى مدينة طنجة بعد تقريبا أسبوعين من وقوع هذه الجريمة النكراء. طفت على السطح عدة ملفات أخرى تتعلق باغتصاب الأطفال، وقد كنتم تابعتموها مشاهدينا الكرام على قناتكم شوف تيفي. إذن مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة. إذن شكرا لكل من تفاعل معنا في هذا المباشر، أكيد كل مشاهدين الذين يتفاعلون معنا في هذا المباشر يطالبون بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي حتى يكون عبرة لباقي الوحوش الآدمية. التي تستغل براءة الأطفال من أجل إشباع كبتهم الجنسي. وبدون رحمة وشفقة. يقومون بهتك عرض الأطفال وهم في سن الطفولة، إذن مشاهدينا الكرام تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.